ده سنترال باناسونيك KXTDA30 أصغر IP PBX باناسونيك. السنترال ده بيجي فيه بيلت إن كارت 4 مخرج هايبريد، يعني ممكن نركب عليه عدة ديجيتال وعدة عادية، وكمان ممكن نركب عليه التليفون 7730 اللي هو لا ديجيتال ولا عادي، هو انالوج بروباريتي وبيشتغل بفور بن شاك RJ11. لازم يبقى فور بن مش تو بن، تو بن مش هيشتغل خالص. التليفون 7730 ممكن يتحط في اي مخرج من 4 مخارج الهايبريد على السنترال باناسونيك IP30. احنا حطيناه على مخرج 4، التليفون ما اشتغلش لان المخارج الهايبريد في السنترالات IP PBX بتيجي مفتوحة، ان انا ممكن اركب عليها عدة عادية على نفس المخرج وعدة IP ديجيتال IP. العدة IP بتدي عدة IP كمان بالديجيتال اكسترا ديفايس بورت، يبقى كل مخرج من 4 مخارج دول انا ممكن احط عليه 3 تليفونات في نفس الوقت، تليفونين ديجيتال وتليفون عادي. لكن لو عندي عدة 7730 وعايز اوصلها على السنترال مفيش مشكلة، ممكن اوصلها، لكن المخرج ده مش هيركب عليه اي عدة تاني، هي عدة 7730 فقط، هتاخد المخرج لوحدها. طيب هي طبعا العدة ما اشتغلتش لان في خطوة في البرنامج لازم نعملها. احنا ندخل على البرنامج بروجرام نجمة مربع 1 2 3 4 ونخش على الخطوة 600 اللي هي XDP assignment، انتر، اختار السلوت، طبعا هو سلوت 1 لكن هعمل انتر تاني، فتح لي اول بورت في السنترال، واول بورت في السنترال مفتوح فيها الديجيتال اكسترا ديفايس بورت مع سنجل لاين تليفون مفتوحه، يعني 2 4، ده المخرج الرابع وهو معمول عليه الاكس دي بي اون. انا هسلكت انها تبقى اوف وهخزن، مجرد ما عملت تخزين كده التليفون 7730 هيشتغل اوتوماتيك لان المخرج بقى خاص بيه. اشتغلت تمام، واخده رقم 104.